حنا غادي نبداو بالوضع اللي كتوقفوا عليه اليوم في هذه اللحظه هذه بالملموس اللي هو كيبدا بالقمع ديال المسيره الاحتجاجيه اللي دعت لها الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل واللي كيزيد ياكد بالملموس على ان هذا الحكومه حكومة الباترونة حكومة اللوبيات ماضية وعاطية ظهر ديالها للمواطن عاطية ظهر ديالها المكتسبات وبالتالي كلها هي الدواعي تدعو إلى مزيد من الاحتقان وكتدفع علاش لأن اليوم كاين تدمير ديال القدرة الشرائية ماشي فقط لأنه كاين غلاء الأسعار وكاين تنصل من الالتزامات اللي دارت مع النقابات وكاين ولكن تيبان على أن اليوم كاين واحد الوضع غير مسبوق وهو أننا أمام حكومة اللي يعني بشكل واضح كتعطي ظهرها للمواطن وكتدير يدها في يد الباترونا في يد اللوبيات وكتكرس السياسه اللاشعبيه اللاجتماعيه ديال اغناء الغني وتفقير الفقير وكتزيد تصر على ضرب الحريات مزيد من ضرب الحريات مزيد يعني من التراجعات الحقوقيه وبالتالي هذا وضع مؤسف جدا. حنا اليوم كنددوا اولا بهذا القمع ديال المسيره لان الاحتجاج حق مكفول بالمواثيق الدوليه ومكفول بالدستور. اليوم الحكومه كتخرق هذا الحق هذا لانها كتقمع حتى الممارسه في الاحتجاج السلمي الى جانب انها ماضيه يعني في التفقير ديال الشعب المغربي وفي ضرب عرض الحائط مكتسبات اللي تحققات يعني على اي على قلتها ولكن هي كتزيد تتراجع حتى على هذيك المكتسبات القليله باش تزيد مازال تدمر القدره الشرائيه للمغاربه. حول الخارج تاكدت ديال الاستاذ مكينه. انا والله العظيم زعما لا تهمني الخارجات زعما اللي كنشوفوا من حين لاخر لبعض لان هناك من كان مسؤول على جزء من الوضع واللي كرس واحد الوضع منه الاجهاز على مكتسبات ديال الشعب المغربي، الاجهاز على المقاصة، الغلاء ديال الاسعار، الخوصصة الى غير ذلك، وبالتالي وخرجات اخرى منها الخرجات ديال الناطقة الرسمية. انا تنعتبرها انا ما يهمني هو اننا احنا ما ندعو اليه هو منسجمين فيه مع الخط السياسي ديالنا، منسجمين فيه مع الفئات اللي كندافعوا عليها، كل الفئات ديال الشعب المغربي، منسجمين فيه مع الدفاع على حقوق هذا الشعب، منسجمين فيه مع الحق في مواطنة كاملة، في التمتيع بتعليم جيد، بصحة جيدة، بدفاع القدرة الشرائية، بالحد من الفوارق الاجتماعية، بمعنى أنه الباقي في الواقع لأن السياسة اليوم ما تنعرفوا واحد أنه كاين واحد المشهد بائس مع الأسف ديال السياسة، وكاين واحد غياب ديال النقاش الديمقراطي، وبالتالي هذا وضع اللي مع الأسف كتكرسوا هذه الحكومة الحالية، لأنها جات حكومة كتدافع على لوبيتها، كتدافع على مصالحها، وكاين اليوم تضارب مصالح واضح وغياب الافلات غياب المحاسبه وبالتالي جاري الافلات من العقاب وتكريس اغناء الغني وتفقير الفقير. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.